السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من فوق جبال طبعا، في جبال البحر الأحمر وبجانب جبل حميصرة. هنبدأ عملية النزول يا جماعة، تقريبا حوالي قرابة ساعة قبل ما بدأنا نطلع على الجبل. وصلنا للقمة. طبعا ده مش جبل حميصرة، ده جبل مجاور لجبل حميصرة. تمام، جبل حميصرة على بعد مننا حوالي 150 متر 200 متر. هنبدأ عملية الصعود. لو معانا لايف كان زماننا، بس هنا لايف، بس هنا مشكلة شبكة النت، مفيش شبكة انترنت. فين بقى ننزل من هنا من الطريق دي؟ ننزل من هنا طبعا، هنقابل ناس طبعا على الجبل يا جماعة. هنا بقى قوة النزول بتنزل لوحدك، يعني تبدأ عملية نزول سريعة. قوة الهبوط نزلتنا حوالي يجي 300 متر لقدام. نفسي اسجل مسابقة سي ام اي هنا والجبال، بس يلا بعد المسابقة انت مسافر بيوم. دلوقتي وصلنا لإيه؟ حوالي الربع الأخير من الجبل. الناس بتجري على خير هيت. دلوقتي يعني إن شاء الله ما وصلناش غير حوالي 100 متر ونكون على أقل على الأرضية إن شاء الله. وصلنا على مستوى الأرض، وده السريع وده مستوى الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.